فباش ندخلوا في الصح ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا النباله غزاله هي غنيه عن التعريف، كتجي في اليد الكلسيه هذه، راه ما كاينش اللي عارفها نقراو حيت كنشوف فيها حتى الصباح. الثمن ديالها كدير 90 اورو 900 درهم، 18000 ريال. 90 اورو 90 اورو اللي هي 900 درهم. نباله غزاله لا فيرميتور البنات صحيحه ديال لاويت، هادو كلهم كنديرو فيهم لاويت، كتجي مزيونه وفنه. إذن عافاكم البنات، الله يعطيكم خير، طاقيو صحاباتكم بارطاجيو معاهم باش يستافدوا من هاد لي زارتيك اللي تنوريو، لان كما كتعرفوا تشجيعاتكم هي اللي كتشجعنا وتخلينا دائما نحاولوا نجيبوا لكم دي زارتيك اللي ينولوا الاعجاب ديالكم ويكونوا في المستوى ديال احسن المتتبعين، ونتمنوا نرضيو كاع الاذواق ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا هذه البنات هي 90 اورو اللي عجبتها دير لها سكرين ودرت لها سيرفيس ميسنجر اولا في الواتساب. هاد السلعه اللي تنوريو البنات ابتداء من دابا حتى راس العام راه كلها بروموسيون، يعني هذيك كنا كنبيعوها ب 150 1050 درهم 21000 ريال، ولات كدير 900 درهم اللي هي 18000 ريال. هادي ها هي دوزناها. وكاينه هادي العريضه، هادي عريضه البنات الثمن ديالها كيدير 21000 ريال بروموسيون، هادي البنات 21000 ريال اوليو دو 1200 درهم 21000 ريال. كتجي نباله غزاله وراقيه 1050 درهم 105 اورو، بالنسبه لهذه 105 اورو 21000 ريال. نباله عريضه ومزيونه، الخدمه ديالها نقيه، ونوريها لكم هنا باش تبان لكم اكثر فاكثر. مكنبغيش نلبس هاد لي زارتيكل ديال النساء، غير باش تشوفوا الخدمه كيفاش دايره صحيحه. عندك سنتيم تما الحاج؟ سنتيم سنتيم. وبالنسبة للعبار ديال هادي البنات، هادي فيها 6.3، بالنسبة لهادي فيها 6.3. هكا باش غتعرفوا القياسات ديال يديكم الله يعطيكم خير. هكا شدي السنتيم وتعبري الوسط ديال النبالة. إذا هادي 1050 درهم اللي هي 21000 ريال 105 اورو بالنسبه للناس ديال الاورو 105 اورو. اذا هذه هي دوزناها. وكاينه هذه حتى هي فن البنات، غزاله وراقيه ورائعه معمره اليد، شفت خرام تبارك الله، يعني دائما كنذكروا هذا الصانع المبدع اللي كيتقى الله في الخدمه ديالو. اذا هذه الثمن ديالها 1100 درهم 22000 ريال 22000 ريال بالنسبة لهذا 1100 درهم 110 اورو 22000 ريال 1100 درهم فنة وغزالة. كنتمنى بالنسبة للناس اللي يلاه دخلوا انهم يبارطاجيو هذا اللايف الله يعطيكم الخير، بارطاجيو في كاع لي جروب اللي عندكم بحال هكا بهذا البارطاج باش الناس اللي معاكم تيتعرفوا على لي زارتيكل ديالهم ويتعرفوا على هذا بديل الذهب، لان هذه نقرة مشلة بالذهب، نقرة فضة مشلة بالذهب، ما كيتبدلش اللون ديالها. تتلبسيها في المناسبة ما كاينش اللي يعرفها واش نقرا نهائيا، على قبل هاد الخدمة اللي فيها، على قبل هاد لو ديزاين انت شفتو تبارك الله، يعني كاين واحد الإبداع ما شاء الله. هادي هي دوزناها. أي أرتيك عجبكم البنات ديرو ليه سكرين أولا كابتشر ليكم، أرسلونا سير ميسنجر أولا في الواتساب غير تسيفطونا لي دوني. هذا راه كاين في الذهب البنات، كنسميوه حنايا الذهبية ديال بي تو بيت، كاين اللي كيقول ليه بي تو بيت، كل واحد شنو تيقول ليه، حتى هو كله منقوش بحال هكا بين هاد النقش هذا وكاين هاد البيت بحال هكا. الثمن ديالو كيدير اون برومو هذا 16000 ريال 800 درهم 800 درهم، لا فيرميتور صحيحه وزوين بزاف، خدمه فيه نقيه، شي حاجه راقيه ورائع. نتمنى يكون واحد شي وحده فيكم. 16000 ريال 80 اورو 800 درهم اون برومو، كيجي عامر في اليد فهمتيني، يعني شي حاجه صحيحه. ما كنبغيش نلبسها البنات هذا الشيء، ولكن نوريكم غير تقريبا شوفوا كيف هاد اليد الصناعيه كيبان فيها مزيان، شتي كيجي في اليد كيجي واعر في اليد وباين، ولكن على قبلكم نلبسوها ولا لا ما كاين حتى شي مشكله. هانيا هانتوما كي كيجي في اليد البنات راه كيجي راقي ورائع وواعر، الثمن ديالو 16000 ريال وعامر، يعني عامر
بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يسولوا على العرض ديالو شحال، العرض غادي تكون فيه تقريبا بالنسبه للعرض هذا كتكون فيه واحد 2 سنتيم اونس اللي فيه في العرض البنات، 2 سنتيم اونس هنايا بالنسبه لهذا العرض هذا اللي بغات تعرف شحال 2 سنتيم اونس. وبالنسبه للاطي ديال هذا راه فيه 6.2 بالنسبه للاطي ديال هذا، يعني هذا هو الوجه. وكاين هادي حتى هو بالنسبه للي بغات الحزام الاخضر والاحمر، الاخضر والاحمر والزيوان منقوش نقش مغربي الارتيزانة 100% وستيل ديالو زوين. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش، معكم عبد اللطيف نظيف من عالم المجوهرات، الاختصاصي ديالنا بيع وشراء الذهب 18 كارا، وكنديرو حتى النقرة مشلة اللي كنسميوه البديل ديال الذهب. هذا بالنسبة لهذا. وكاينين البنات كوليات واعرين، كاين شوكات زوينين، كاين شي سميطات فنيين تا هما غنوريهم لكم دابا. إذا هذا 22 ريال، 1100 درهم، 1100 درهم، 1100 درهم. كنتمنى غير تبارطاجيو البنات، تبارطاجيو، أي وحدة فيكم عندها شي جروب تبارطاجيها فيه الله يعطيكم الخير، لأن تشجيعكم لينا هو اللي كيخلينا نبادركم الجديد. ونتمناو نكونوا عند حسن الظن ديالكم، لا في التقديم ولا في الذوق. اللهم لك الحمد، الله يجيبنا في الصور جميعا ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا هذا هي دوزنا البنات. وكاين هاد السميطات هادو، وكاينين هادو البنات واعرين، كيجيو فنين هادو البنات، هادو غنلبسهم هادو على قبلكم غنلبسهم، لان في اللبسه كيجيو واعرين هادو، يعني شي حاجه توب دو توب. يكفي انك تلبسي هذا بوحدو كيجي معمر في اليد راقي 100%. غير نطلع يديا بحال هكا باش يبان لكم داكشي مزيان. ها نتوما البنات شي حاجه، يا سلام، سمحوا لي نطلع شويه هاد الشوميز هادي باش غير يبان لكم مزيان. ها نتوما البنات شي حاجه والله حتى راقيه واعره. هادو ديال كيكون فيهم الكوير، الكوير في اللوان، نحاول نسد كاع في يديا باش غير يبان لكم داكشي مزيان. شكلا في اليد كتجي واعره، كتجي معمره وعريضه يعني باينه. هادو ديال الكوير كيجيو فنيين البنات، كيجيو غزالين. الثمن ديالهم اون برومو كيديروا 900 درهم، اللي هي 18000 ريال، 90 اورو. ترى فيهم اللوان على حسب اللون اللي بغيتي، كاين داكشي الشكالات، هادي في الغوج مع سلطة في الغوج كتجي فنة. يعني كنتمنى تبارطاجيو هاد اللايف البنات، راه كتجي فنة البنات في اليد هادي. لا فيرميتور اللي فيها ديال السيركون من هنا، واش تلبسيها دو فاز، واش تلبسيها بحال هكا، واش فهمتيني، تلبسيها بحال هكا أولا تلبسيها بحال هكا على حسب انتي والشكل اللي بغيتي. كتجي فنة في اليد وكتجي غزالة. إذا بالنسبة لهذا هي دوزناها، وندوزو ليكم هاد الكولي، هاداك الصدر فين واش نديروه؟ البيض، البيض ولا النواف؟ خليكم معايا الله يعطيكم الخير. شكرا، عليكم السلام، ورحمة الله. سلام خويا، انا جديده معاك اول مره ونشوف اللايف. مرحبا بك اختي زنوبه، مرحبا. كاين المضمات، كاين اختي. وكاين هذا البنات كولي راقع ورائع وغزال، الثمن ديالو كيدير 1800 درهم اون برومو، 36 ريال بالنسبه للاخوات اللي تيبغيو شي حاجه عامره، 36 ريال. مرحبا بالناس اللي يلاه دخلوا اول مره، 36000 ريال بالنسبه لهذا 1800 درهم. ندوز لكم هاد الكوليات البنات، وديك الساعة مرحبا، بارطاجي مرحبا، شكرا. واش كتصيفطو المدن عافاك؟ وي ليفريزون كنديروها في المغرب كامل، ليفريزون من طنجة للكويرة كيجيك الارتيكل حتى لعندك. إذا بالنسبة لهذا 1800 درهم اللي هي 36000 ريال. هادو راه عجبوني البنات، هادو والله إلا فنين، هادو زوين، الشكل ديالهم راقي ورائع، تيجيو معمرين، راه فيهم اللوان، فيهم السماطي، فهمتيني، على حسب نتي اللون اللي بغيتي. فيهم بزاف ديال الشكالات البنات، هادو فيهم بزاف ديال الالوان ولي موتيف، وكيبقى الاختيار ليك ثاني. ها هو الرجال،
بغيت نسولك عندك مصحف مشلل بغيتو لعجوزتي واخا اختي زينب غير توصلي معايا في الخاص ومرحبا غيكون ان شاء الله غنكمل لكم هاد لي زارتيكل لان اليوم كما قلت لكم خلصه حلقه خاصه كاين خواتم لويزا كبار نعطيك خواتم اللي ميزاوش بغيتهم في النقره ياك شحال هذاك الاحمر 900 درهم اسمع هادوك كيتلبسو بورتو لي جوغ البنات 90 اورو هذا كيدير 175 فرانك 1750 درهم 1750 درهم 175 اورو 175 اورو بالنسبه لهذا نجات نجية المضام ما اختي انا غنوريهم لك غنوريهم لك ونقول لك الثمن نو ام ادم النقره مشله بالذهب نقره فضه مغربيه اصيله حره ديال البلاد ديالنا وخدمناها بهاد الخدمه اللي هي ما تفرقش بينها وبين الذهب نهائيا انت بحال دابا هذا واش دابا هذا نورمال هذا عندك ميكان هذا واش غادي تقولي ان هذا راه القرار ما يمكنش ما يمكنش اللي كيخلي انا هادشي ما يبانش البنات نقرا راه هو الصانع المغربي المبدع اللي كيخدم خدمه زوينه اذا ها هي البنات راه دوزناها نعطينا دوك الشوكات ندوزو هذا وكان الشوكات الشوكات وكاين هذا بغينا ندير لكم شويه الميلون شويه هكا شويه هكا باش ما نبقاوش غير غادي براسليات الشوكات لا شويه هكا وشويه وكاين هذا شي حاجه اكسبسيونيل شي حاجه راقيه وغزال البنات جوهر بالنسبه للاخوات اللي عندهم جوهر في الدار العشي بقى محطوط في الدار جي بي صوبو لك ندير لك شويكه زوينه ما عندكش جي نصوبو لك هذا هو اللي نبيعو لك الثمن ديالو هذا اون برومو 21000 ريال هذا البنات بروموسيون 21000 ريال بالنسبه للبروموسيون اللي كتعيط لنا الاولى هي اللي كتكون مستفيده من البرومو الا ما كانتش من الناس الاولين حد ساعد مره اخرى ان شاء الله 21000 ريال 1050 درهم 21000 ريال شكرا فاطمه شكرا اختي فاطمه تحيه خاصه شكرا اذا كما قلت البنات 21000 ريال هذا الشهر هذا 1050 درهم 21000 ريال 105 اورو 105 اورو 1050 درهم نتمنى يكون مرحبا شي وحده فيكم وفيه المجدول والخيوطه لالا فيه عندك جوج ربعه جوج ربعة ستة سبعة سبعة ديال الخيوطة فيه وانتم مثلا الخدمة فيه راه نقية والجوهر فيه زوين هذا اختي اللي كنتي كتهضري على هذا 800 درهم اللي هي 16000 ريال الا كانت الاخت اللي كتهضر ام ادم 16000 ريال كاين خوف الذهب بغيتي انت هو نصوبو لك في الذهب على راس العين نحن لسنا ضد الذهب الذهب البنات كيبقى قيمه ديالو كتبقى قيمه لكن جبنا لكم هاد لي زارتيكل اللي ما تفرقيش بينهم وبين الذهب باش ملي تكون عندك الحزه وبغيتي تخدي غراضك كتجي كتاخدي ارتيكل زوين ويبقى عندك وما كيتبدلش اللون واش عندك في كروم ديال الروزه غيكون اختي ان شاء الله وكاين هاد السطوار البنات السطوار غزال وراقي ورائع الثمن ديالو كيدير 1500 درهم 150 اورو نبارطاجينا الله يسخر شكرا مرحبا بك اختي حنان 1500 درهم 30000 ريال 1500 درهم 150 اورو بالنسبه لهذا السطوار غزال البنات وفن سطوار فن وغزال 1500 درهم البنات 1500 درهم اللي هي 30000 ريال سطوار راقي كما قلت لكم البنات الحلقه ديال اليوم فيها بزاف ديال لي زارتيكل اللي ما عمرنا وريناهم وجداد ومع عالم المجوهرات دائما غادي تشوفوا الجديد ثم الجديد اذا بالنسبه لهذا غادي نستغلوا ندوزوا لكم لي زارتيكل دغيا باش ما يفلتش علينا ثاني العصر هذاك الشوكت بغيت العقده ديال الجوهر عفاك مرحبا بك اختي غير تواصلي معايا في الخاص ومرحبا وغادي ندوز لكم دابا شي حلقات ندوز لك خلي نشدو دابا استاذ خلي نشدو دابا تبارك الله وغادي ندوز الرحمن الرحيم هنا غير خلي نشدو يا دخل اذا هادو هما ندوزوهم لكم هادو الثمن ديالهم كيدير 950 درهم اللي هي 95 اورو 95 اورو بالنسبه لهادو 950 درهم
19000 ريال 19000 ريال. شكرا مريم الله يزينك الله يعطيك الصحه. هادشي عندكم غزال. انا اول مره كنشوفكم. مرحبا بك اختي ام ادم. نتمنى انكم تبارطاجيو هاد لي زارتيكل ديالنا. نتمنى انكم تبارطاجيو هاد لي زارتيكل مع الناس اللي معكم. الله يجزيكم بخير. تعليقه هذه هذه راه تقدر تجي فيها تعليق اختي. يجي فيها كلشي هادو لي بونوتيف اللي كنوريكم يجي فيهم كلشي. عطينا داك الشوكات. اذا هذه هي دوزناها. اي وحده عجبها شي ارتيكل دير لي غير كابتشر ديك خون ترسل لنا في الميسنجر او راه في الواتساب. وكاين هذه البنات تاعهم فنين كيحمقوا وغزالين. الثمن ديالها كدير 950 درهم 95 اورو. هادو كلهم بروموسيون البنات. دابا هاد الشوكات كامل اللي كنوريكم بروموسيون 95 اورو 950 درهم. إذا بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوناش معكم عطيتك ماضي في العالم مجوهرات الاختصاصي ديالنا بيع وشراء الذهب 18 كيلو كنديرو حتى النقرة مشلة بالذهب اللي هي هادي. هادشي عندكم زوين. شكرا أمين. شكرا أختي. إذا 95 فرانك. سلام بغيت براسلي روزا. أنا بغيتو نوار براسلي روزا نوار. واش في الخيط ديال الفيل إن شاء الله نجي لكازا. مرحبا بك أختي الله يودي. هاد النيميرو التليفون بلا ديتا إبانكلي تما. إذا هذه هي دوزنا البنات 95 الأورو اللي هي 19000 ريال. ملي كيكون راه ديجا إبانكليت لكم الواتساب باش أي وحدة خصها شي استفسار لما تسولتني وما جاوبتهاش غير تواصل معايا في الواتساب وأنا معاها مرحبا. وكاينة هذه البنات تاهي زوينة. الثمن ديالها أون برومو كدير 1150 درهم اللي هي 23000 ريال 1150 درهم 115 الأورو. اختي راه نورمالمون منى هادو راه كلهم دي فروزاز حيت ميمكنش اختي منى الشوكه ديال النقره نديرو فيها الروزه حيت الروزه غاليه واش فهمتيني. كنديرو الفروزاز هو هادو دابا اللي كتشوفي هادو كلهم دي فروزه لا فونتازي ديال الروزه. انت ما نقدروش نديرو الاوريجينال. الاوريجينال غاليه ميمكنش واش فهمتيني. الشوكه ب 23 درهم غيكون فيها الروزه كتكون الروزه كتقام غاليه اختي منى واش فهمتيني. دونك درنا الفروزاز اللي ما كتفرقيش بينها وبين الاوريجينال باش بهاد الخدمه انت عندها واحد البريون زوين. إذن هادي دوزناها. كنحاول نزربها البنات باش اللي عجبها شي ارتيكل دير ليه سكرين أولا كابتشر دي كخون وإن شاء الله الرحمن الرحيم باش ميفلتش علينا تاني العصر بحال ديك الخرا. وكاين هادا هو تاهي زوينة شوكة فنة فيها بريليطات. الثمن ديالها كدير 950 درهم اللي هي 95 الأورو. أون برومو البنات هادي 95 الأورو 19000 ريال فنة وزويونة. نتمنى تكون مرحت شي وحدة فيكم إن شاء الله. غير البنات اللي داخلين الله يعطيكم الخير ما تبخلوش علينا بالبارطاج ديالكم. بارطاجيو هاد اللايف هذا لكاع البنات اللي عندكم. بارطاجيو ماكسيموم. بارطاجيو كاع لي جروب اللي عندكم. كتشجيع منا لكم الله يجزيكم بخير. وبالنسبه للمسابقه اللي كنا درنا ديال الباج ديال البارطاج راه حنا علنا على الفائزه اللي هي كانت سميتها واخا سكينه. ونتمنى لكم واحد السعيد ان شاء الله. نهار تكون ثاني مسابقه راه نقولها لكم. غير حاولوا انكم تشجعونا بالبارطاج الله يجزيكم بخير لان تشجيعاتكم هي اللي كتخلينا نكملوا. وهذه هي دوزناها. وكاينه هذه ستيتويه. هادي ستيتوية على الأخرى. هادي صغيرة شوية على الأخرى. هادي صغيرة شوية على الأخرى. الثمن ديالها هادي تاهي 800 درهم اللي هي 16000 ريال 80 أورو 16000 ريال 16000 ريال 800 درهم 800 درهم 800 درهم. بروش فنة أو غزالة أو رائعة شي حاجة في المستوى. غنخلي السيدة آخر غير ديري واحد اللايف انا حنا غندير على المباشر. مرحبا بك اختي. الله يخليك. عطينا هذيك الاستاذ خليكم مع البنات السيد الله يرحمه بخير. عطينا هذيك الشوكولا الحمرا الثمن ديالها كدير 750 درهم اللي هي 15000 ريال 750 درهم 750 درهم اللي هي 15000 ريال. نحاول ندوز البنات لي زارتيكل دغيا باش ما يفلتش علينا ثاني صباح العصر ان شاء الله الرحمن الرحيم. 750 درهم اللي هي 15000 ريال 750 درهم. اذا بالنسبه لهذه هذيك شكرا شكرا لك اختي زينب. شكرا زينب. شكرا زينب الله يجازيك بخير. شكرا. وريهم لي بعينيا نشوف. عطيتك الشوكه الحاج
ونكمل لكم على بنات الشوكات عارف باش في الاخر ندوزو لرمضان والحلقات تاعهم لان كيسول عليهم الناس بزاف. كلشي هادشي غادي ندوزو ليه ان شاء الله غير خليكم معنا ما تزابيوش. اوكي هادي دابا دوزنا الحلقات الحاج باش نوعو. اوكي هادي هي فنه الثمن ديالها اون برومو كدير 950 درهم هي 95 اورو 950 950 درهم. إذا بالنسبة لهذه الحلقات ودابا غندوزو لبنات الحلقات اللي هما حلقات بلديين وراقيين راه باقي كاين لو شوا هنا ولكن مايمكنش نوريكم كلشي وحدة بوحدة حتى النقافات اللي كاينين كيطلعو عندي هنا يبان عندي واش تكون ذكر راه كاين مثلا كاين أشكال بالنسبة للنقافات اللي تيبغيو داكشي ديال الشمارات وديال شنو بغيت نقول لك التاج المهم اي حاجه عندها علاقه بالعروس راه كاينه. هذوك كاينين هادو هنا حتى هما كيجيو فنيين وزوينين ورق راقيين هادو حتى هما كيجيو هادو هادو الثمن كيديروا 950 درهم ما فيهم حتى شي حجره خضراء ولا حمراء كلهم لون لون في اللون 950 درهم هي 95 اورو 95 اورو بالنسبه لها 95 اورو 95 اورو 950 درهم خويا عندك شكون خال ديال بيد مشلل لا اختي لا انا ما عندهاش اختي زين ديال هادو هما دوزناهم. اوكي هذا ديال البلوطه تاعهم زوينين فني عليكم معايا بسم الله هادو هادو بالنسبة اللي كيبغيو البلوطة علاقات ديال البلوطة فني كيجيو زوينين هادو سمح لي هادو البنات كيجيو فني هادو الشكل ديالو اصلا زوين الثمن ديال هادو 750 درهم اللي هي 15000 ريال 15000 ريال حلقات ديال البلوطه زوينين كيبقى اختيار ديالك في اللون بالنسبه للون كيبقى اختيار شي حكيمه قصريه الحفاري ضرب سلطان الدار البيضاء نيميرو التليفون راه ديجا ايبانكلي تما اي واحد خصها شي استفسار توصل معنا في الخاص ولا في المسنجر عندنا هادو 750 درهم 75 اورو بالمثال شكرا الفتيحه الله يعطيك الخير فعلا الله يعطيك الصحه لهذا الصانع المغربي راكم عارفين دائما كنجبدوا هذا الصانع المغربي المبدع هذه الخدمه هذه واخا يوم يقلبوا على دوك صحاب تسعه تور عطين الشناوه وما يصوبوهاش من غير غير يصوبوها بلا ماشين اما باش يصوبوها فيديو ما غاديش يعرفوا ليها ما عمرهم غيصوبوا هذه الخدمه هذه نهائيا لازم يكون هذاك السده اللي راه فينا كاينين هادو ها هما زوينين كاينين هادو كيجيو فني وراقيين وزوينين الثمن ديال هادو الثمن ديالو 1100 درهم 1100 درهم درهم 22000 ريال 22000 ريال 1100 درهم هي 100 درهم 100 درهم واخا اختي اسمع غير خليك معايا الله يعطيك الخير حيت كنا ساكتين الباب خليكم معايا واحد الدقيقة الله يعطيكم الخير وي وي معاك ماما خليل الله معاك عرفت الصورة في الوقت ها واحد دقيقة كما قالنا قلت عندنا واحد السيدة خليكم معنا الله يعطيكم الخير الصورة كتبان في الوقت كيكون حتى بالباب ديك ما حيت الباب انا خارج لا خذ راحتك الله يودي انت زوين هذا الشيء اللي كتبيع بشري تبارك الله زوين ما شاء الله عجبني هذاك التبليش فين هو زوين تبارك الله واحد التبليش حمر كان دابا هما اللي لاعبين دابا هما اللي جاهم السيد ديالو تبليش بلدي حطها بحال التليفون كاين هذاك التليفون لا واحد اخر عاد شفتو هنا فين درتي حمر بسم الله الرحمن الرحيم التليفون وي لكن تبليش هنا حمر
بحال هذا الله يحمولي هنا والله حبست خليكم معنا واحد الدقيقة انا عرفت ما واضحة صح واحد الدقيقة غنتبدل واحد الكلية انا هذا كله هذا ممكن ناكل بلا سد ديال الباب واش فهمتيني ملي كنسدوا الباب كيتنقص داك الضو ديال على برا غنخليكم معنا واحد الدقيقة الله يعطيكم الخير ما تزكيوش خليكم معنا واحد الدقيقة ويلا حرام ها غير بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوناش حنا راه كنتواجدو في قصر الحفاري ضرب سلطان الدار البيضاء الاختصاصي ديالنا راه بيع وشراء الذهب 18 كيلو كنديرو حتى النقرة المشلة غير خليكم معنا ما تزابيوش الله يعطيكم الخير وي راه نعرف لطيفة عرفت الصورة ما واضحاش غير عندنا واحد السيدة في المحل نساليو معايا شري الباب شري الباب اه واخا لا ماشي باهي عندك يدك عندك يدك شوفوا دابا واش غيبان لكم مزيان وكاينين هادو كنظن دابا الصورة رجعت كما كانت هادو الثمن ديالو كيدير 1200 درهم هي 1200 درهم 24000 ريال 24000 ريال بالنسبة لهذا ديال البلا اللي فات 24000 ريال 1200 درهم 1200 درهم بالنسبة لهذا ما كيكونش ليه 24000 ريال بالنسبة لهذا